حتى لو هلا مثلا شفت حالي مالي رضيانه على حالي، الجزء الثاني كمان رح لك مو رضيانه على حالي والى اخره، دائما مو رضيانه. بس لما بحس اني لا مبسوطه بالشيء اللي قدمته، لما بكون قريانه النص فوق العشرة والعشرين مره، نعم. هون بقول لا انا اعطيت حقه 100%. هي ان كان دراما، ان كان كنت عم بشتغل يعني شخصيه دراميه وفيها كثير يعني شخصيه مركبه وهيك. اما مثلا رضياني على رولا، لانه خلص هي رولا ما فيها تكون غير بريئه ودلوعه، والا ما حتقدر تعطي اذنها لا لامها ولا لجارتها. نعم. وهو هون الافه انه جارتها بتحكي كلمه خلص بتعبي براسها بتعمل قصه كبيره، اما نفس الشيء، والا اذا ما حتكون هيك فهي ابدا ما رح تكون من الشخصيه منطقيه. هي هبله على بتحبه على ما بتعرف شو بدها تعمل وعم تتاثر باللي حواليها وبدها تثبت حالها. وبنفس الوقت ما عم بتحاول يعني دائما الخلاف تمطه لدرجه انه تصير مشكله بعدها. بنتقد حالي، لازم دائما انتقد حالي، عم بقول ماني دائما رضيانه. نعم. ولازم انتقد حالي، وما بحب فكره انه دانا حلوه يعني او ياسروني بهي القصه. انا لانه بحب استمراريه، بحب اخذ ادوار بتشبهني وما بتشبهني، ما في دور بقول عليه مثلا لا ما حبيته. دور باخده انا بعمله، مو هو بيعملني، انا بضيف، انا بساوي، صحيح. بشتغل مع المخرج عليه لحتى يكون مهم ولو مو مهم. مثلا عندي مسلسل جنان نسوان، شخصيه كثير عاديه سطحيه، بس انا ومثلا المخرج فادي غازي بوجهله تحيه قدرنا مثلا نعمل له هيك شيء يميزها عن خمس صبايا مع وزير. مثلا غبار الجوري، سبق وقدمت بمسلسل دومينو البنت اللي دائما بتتعنف، كغبار الجوري نفس الشيء بس نعم. مختلف تماما لانه بيئي، وكان هو يعني حاله افتراضيه كمسلسل وهذا شعب. وهذا فيعني الحقيقه انت ما يطلبه بتغيري. المشاهد تماما اليوم من عدم تكرار او تنميط يعني او تقطير ايضا الممثل، يعني سواء بالنسبه لدانا جبر وايضا بالنسبه لرشا حاضري اللي هي ايضا كمان يعني يمكن تقولين بانه